نتشرف اليوم بتقديم الخلاصات الأولية لدراسة حول المبررات القضائية المعتمدة في تزويج الطفلات. كما قالت الأستاذة ملكة برادي، الكثير من الدراسات قدمت حول هذا الموضوع، دراسات من طرف مؤسسات، من طرف فاعلين مكونات المجتمع المدني. السؤال الذي طرحناه، ما هو الإضافة النوعية التي ستقدمها دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان حول موضوع هو فعلا يشكل هاجسا لدينا كحقوقيين؟ فكان الاختيار هو أن نناقش في هذه الدراسة الحكم القضائي أو الأحكام القضائية اللي هي عبارة عن أذون، يعني نناقش التطبيقات العملية للفصول الواردة في مدونة الأسرة المتعلقة بتزويج الطفلات، وذلك إيمانا من أنه لا يمكن فهم القاعدة القانونية بمعزل عن واقع تطبيقها، عن ظروف تطبيقها. إذن كلنا نعلم أن مدونة الأسرة تحدد سن الزواج في 18 سنة، إذن هذا يعتبر يعني مكسب مهم لكوننا يعني نكرس المساواة بين الجنسين في تحديد سن الزواج. لكن المدونة تجيز الاستثناء، أي النزول عند هذا الحد، وبمقتضى مقرر قضائي يحدد المصلحة ديال الطفل في الزواج. إذن السؤال، أين تظهر المصلحة في الأذون المتعلقة بتزويج الطفلات؟ إذن الإحصائيات الأولية اللي كلنا إذن صافي نطفي هذا ونخدم هذا. إذن الإحصائيات الوطنية كلنا نعلم أن لها ثلاث مؤشرات أساسية. المؤشر الأول هو أن كثرة حالات الاستجابة للطلب، إذن غالبية الطلبات التي تقدم إلى المحاكم المتعلقة بتزويج الطفلات يتم الاستجابة إليها. إذن نحن أمام استثناء أصبح قاعدة بحسب الإحصائيات الرسمية. ثانيا، أن غالبية الطلبات ربما 90% أو لا 99% تتعلق بطفلات. إذن نحن أمام ظاهرة مؤنثة، نحن أمام تأنيث ظاهرة تزويج الطفلات. النقطة الثالثة أو المؤشر الثالث هو أنه ليس هناك فرق ما بين المعطيات الإحصائية الموجودة في المدن والمعطيات الإحصائية الموجودة في البوادي. إذن نحن نتحدث عن ظاهرة كانت قروية اخترقت المدن، يعني أصبحت موجودة في مدن كبرى مثل الدار البيضاء، طنجة، مثل ما هي موجودة في المدن. ولماذا زواج القاصرات هو ظاهرة مقلقة؟ لكوننا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي إطار الأدوار التي يقوم بها المجلس، خاصة الأدوار المتعلقة بالحماية، نتوصل بالعديد من الشكايات والنزاعات المتعلقة بتزويج الطفلات، مما يؤكد أن تزويج الطفلات أو هذا الزواج الذي يكون أحد طرفيه قاصرا يؤدي إلى الهشاشة ويعيد إنتاج نفس يعني المشاكل التي تعاني منها الأسر. إذن السياق العام لإعداد الدراسة، هناك سياق عام يتميز بمجموعة من الأحداث، أهمها الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى 23 لعيد العرش المجيد، والذي أوصى جلالة الملك بفتح ورش مراجعة مدونة الأسرة وتحيينه على ضوء المستجدات الدستورية. هناك الحدث الثاني وهو قيام المملكة المغربية مؤخرا بانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال تنمية ذات المرأة، أيضا الاستعراض الدوري الشامل الذي كان قبل أسابيع. هناك ارتفاع الدعوات المنادية إلى ضرورة الحد من تزويج الأطفال، وفي هذا الخضم كانت هناك حملة وطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت شعار من أجل تثبيت القاعدة وإلغاء الاستثناء. أيضا الدراسة التي أعدها زملاء في رئاسة النيابة العامة حول نفس الموضوع، وهذه الجهود التي قامت بها رئاسة النيابة العامة توجت بإعلان مراكش لسنة 2020، والذي تم إطلاقه تحت الرعاية السامية لصاحبة السمو الملكي الأميرة جليلة مريم. على المستوى الدولي، يدعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لتزويج الأطفال، وفي هذا الصدد يعد القضاء على هذه الظاهرة محور الغاية الثالثة من الهدف الخامس من خطة التنمية المستدامة. إذن ما هي أهداف هذه الدراسة؟
أولا مقاربة الإطار القانوني الوطني المنظم لتزويج الطفلات في ضوء المعايير الدولية، ثم فهم المسار القضائي التي تعرفه طلبات تزويج الطفلات، تحليل المبررات والعلل التي تعتمدها المحاكم في إصدار الأدول المتعلقة بتزويج الطفلات، معرفة الوسائل المتاحة للمحاكم في معالجة طلبات تزويج الطفلات خاصة الخبرة الطبية والخبرة الاجتماعية، الوقوف على الممارسات الفضلاء إن وجدت والنقائص الموجودة في القانون أو في الواقع، تحديد التقاطعات الموجودة بين مدونات الأسرة وبين القوانين الأخرى ذات الصلة بموضوع تزويج الطفلات سواء في الشق المدني أو الزجري، خاصة بعد صدور قانون محاربة العنف ضد النساء. إذا المناهج المعتمدة، اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي المقارن بهدف تحليل الإطار القانوني المنظم لتزويج الطفلات في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة وفي ضوء الممارسة القضائية، كما تم الاستعانة بالبحث الميداني من أجل تحليل نماذج المقررات القضائية تتعلق بالأذون. الدراسة واجهت مجموعة من الصعوبات، من بينها عدم نشر المقررات القضائية المتعلقة بالإذن بتزويج الطفلات لأننا نعلم أن هذه المقررات سرية. ثانيا لغياب نافذة لنشر الأحكام القضائية، نحن نعلم أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قام مؤخرا بمبادرة مهمة وهو نشر قرارات محكمة النقد وإتاحها للعموم، لكن هذه الخطوة تخص فقط قرارات محكمة النقد ولا تخص كل الأحكام الصادرة عن المحاكم. أيضا غياب إحصائيات منشورة ومحينة وشاملة لمختلف الجوانب التحليلية لظاهرة تزويج الطفلات خاصة الزواج الذي يتم عن طريق الفاتحة. إذن احنا أمام أرقام رسمية لا تخفي إمكانية وجود أرقام أخرى غير رسمية ممكن نسميها الرقم الأسود لظاهرة تزويج الطفلات. الدراسة اعتمدت على مجموعة من الأدوات أهمها المقابلات ونماذج من الأحكام القضائية. إذن الدراسة فيها جزئين، الجزء الأول يخص المعطيات المتعلقة بالدراسة الميدانية والجزء الثاني يتعلق بالأحكام القضائية. إذن بالنسبة للجزء الأول، العنصر البشري سنجد أن 88% من القضاة الذين تم الاستعانة معهم في إنجاز هذه الدراسة، عندنا 88.24% هم قضاة و11% إناث. احنا إذن هنا بنشوف أن مازال عدد القاضيات قليل. يلاحظ إذن أن غالبية أفراد العينة هم قضاة حيث تبلغ نسبتهم 88%، في المقابل نلاحظ أن نسبة القاضيات ضئيلة جدا لا تتجاوز 11%، وهنا كنتحدث ماشي على القضاة العاملين في أقسام قضاء الأسرة وإنما القضاة اللي هما يصدروا الأدول المتعلقة بتزويج الطفلات، يعني القضاة اللي مكلفين بمهام الأسرة. ما زال عندنا الغالبية ديالهم قضاة الرجال وليسوا يعني هذا المنصب ما يزال ذكوريا. أيضا القضاة المكلفون بالبت في طلبات تزويج الأطفال بحسب العمر، نجد أن أفراد العينة غالبيتهم من القضاة الشباب بحيث تبلغ نسبة من لا يتجاوز سنهم 45 سنة أزيد من 64%. إذا شفنا الشواهد الطبية سنجد أن غالبية أفراد العينة هم حاملون لشواهد عليا، يعني إما ماستر ولا دكتورة. واش الشواهد هي شواهد تخص القانون ولا تخص الشريعة؟ سنجد أن 76% هم شواهد تتعلق بالقانون. بالنسبة هل هم متفرغين ولا ليسوا متفرغين، 70% من أفراد العينة هم قضاة غير متفرغين، بمعنى يبتون في قضايا الأسرة ويبتون في قضايا أخرى تقدر تكون عقارية ولا جنحية. هذا بالنسبة لقضاة الحكم. أما بالنسبة لقضاة النيابة العامة فنجد أن نسبة القاضيات من أفراد العينة هن حوالي 52%. إذن حنا عندنا في النيابة العامة غالبية من يقوم بمهام الأسرة هم قاضيات في مواجهة 47 ولا في مقابل 47 قاضي. بالنسبة للعمر غادي نجبروا أيضا أن 70% من أفراد العينة هم من القضاة الشباب. بالنسبة للشواهد العلمية أيضا سنجد أن هناك نسبة كبيرة من قضاة النيابة العامة حاصلون على شواهد عليا ماستر أو دكتورة. بالنسبة لمسألة التفرغ نفس المعطى بالنسبة لقضاة الحكم، عندنا 76% من القضاة غير متفرغين. أيضا العينة الثالثة اللي تعاملنا معهم وهم المساعدون والمساعدين الاجتماعيين. إذا شنا بحسب الجنس غادي نجبروا 70% هن إناث، يعني عندنا واحد تأنيث هذا المنصب.
بحسب العمر سنجد أيضا أن غالبية أفراد العينة هم من الشباب، وهذه مسألة طبيعية لأن المنصب هو أصلا منصب حديث. بالنسبة للشواهد العلمية، فعلا هناك ارتفاع في نسبة الحاصلون على شواهد، يعني أكثر من 50% هم حاصلون على شواهد عليا. بالنسبة للتفرغ، نفس المعطى اللي وقفنا عليه بالنسبة لقضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، عندنا حوالي 30% هم غير متفرغين. بالنسبة لظروف البت في طلبات زواج الأطفال، وهنا طرحنا مجموعة من الأسئلة حول كيف تصدر الأذون المتعلقة بتزويج الطفلات. أولا سألنا على برمجة موعد انعقاد الجلسات بحسب جدول الجمعية العمومية في المحكمة، ولقينا أن غالبية المحاكم تقوم بعقدها بشكل يومي، وهي نفس الملاحظة اللي واردة في نفس ما خلص إليه تقرير رئاسة النيابة العامة. أيضا بالنسبة لتوقيت انعقاد الجلسات، لقينا أن 58% توقيت غير محدد، بمعنى طوال اليوم أي قاصرة كتجي كتبغي تزوج كيزوجوها خلال نفس اليوم. بالنسبة لحضور النيابة العامة، لقينا حوالي 60% من القضايا ديال تزويج الطفلات كتكون النيابة العامة حاضرة فيها. بالنسبة لموعد إحالة الملف على النيابة العامة في حالة عدم الحضور، لقينا أن 70% من الحالات يحال الملف على النيابة العامة عند فتح الملف، بمعنى أن كيكون الملف خاوي يحال على النيابة العامة وليس عند قيام بالبحث الاجتماعي والخبرة الطبية، بمعنى أن الملاحظة المراقبة ديال النيابة العامة تكون غير أولية ماشي يعني نهائية. هل طرحنا واحد السؤال، هو ربما سؤال جديد، هو هل يتم تقديم المشورة قبل تسجيل الطلبات؟ لأن احنا هذه النسبة ديال استجابة الطلبات في المحاكم اللي كتوصل أحيانا إلى 90% تدفعنا للاعتقاد واش فعلا كل من يقدم طلب يتم الاستجابة إليه. من خلال المقابلات التي قمنا بها مع مجموعة من المتدخلين، أكدوا أن هذه الأرقام هي ليست أرقام اللي هي يعني ماشي هي الأرقام النهائية التي تتعلق بتزويج الطفلات، لأن هناك رقم آخر لا ترصده الأجهزة المكلفة بالإحصاء، وهو الطلبات التي تقدم بشكل شفوي. وهنا طرحنا سؤال، هل يتم فعلا تقديم المشورة قبل تسجيل الطلبات؟ لقينا أن غالبية من تفاعلوا مع هذا السؤال هم خلايا العنف بالمحاكم داخل المحاكم، اللي قالوا أن نسبة كبيرة جدا من الحالات التي تستقبلها هي حالات ديال أسر اللي كتسأل هل واش إذا قدمت طلب إلى المحكمة سيتم استجابته له أو لا. أيضا لاحظنا أن قضاة النيابة العامة والمساعدون الاجتماعيون هم من بين أكثر الجهات التي تقدم المشورة القانونية، والتي يكون الهدف منها تفادي تسجيل طلبات الإذن بزواج قاصر مؤدى عنها يكون مآلها الرفض، نظرا للظروف الاجتماعية لعدد من الفئات الهشة التي تقدم طلبات تزويج الطفلات. كما أكد غالبية المستجوبين أنهم يقومون بدور نقوله بين قوسين ديال الوساطة لإقناع أولياء أمور الفتيات بتأخير تقديم طلبات تزويجهن إلى حين بلوغ سن 17 ولا 18 سنة قبل من بضع أشهر، أو إلى حين إتمامهن دراستهن. ويلاحظ أن هذا المعطى لا يدخل ضمن الجهاز الإحصائي، خاصة وأنه لا يتم تحرير أي محضر استماع بشأن طلبات الحصول على المشورة القانونية. طرحنا سؤال آخر حول نوعية المشورة القبلية التي تسبق تسجيل طلبات تزويج الأطفال، ولقينا أن 58% يعني اكثر من نصف ديال هذه المشوره تنصب حول السن، بمعنى كيجيو اولياء الامور كيقول لك انا بنتي عندها 14 سنه، اذا سجلت الطلب واش غادي يتقبل ولا غادي يترفض؟ كيقولوا له غادي يترفض اذا بلا ما تضيع ديك الفلوس ديال الصندوق. ايضا 11% كتعلق بالظروف الاجتماعيه للخطيب، خدام ما خدامش، عنده سكن مستقل ما عندوش سكن مستقل. و 29% تتعلق بالظروف الاجتماعيه للطفل او لاسرته، خاصه المساله ديال اليتم ولا سجن الوالد ديال الطفلة ولا الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وهنا وقفنا على واحد المسألة، أن هذه المشورة القانونية اللي هو واحد المعطى موجود في المحاكم اللي كتقدموا خلايا العنف ضد النساء والنيابة العامة، هذه المشورة القانونية غير مؤسسة قانونا طبعا باستثناء الصلاحيات التي تعود إلى خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، أو الأدوار الموكولة للنيابة العامة باعتبارها طرفا رئيسيا في قضايا الأسرة، أو الأدوار التي يقوم بها بعض المسؤولون القضائيون من استقبالات يومية للمرتفقين، رغم أن هذه المشورة تثير بعض الإشكاليات، لأن احنا كنعرفوا في إطار مدونات الأخلاقيات تمنع على القضاة إعطاء مشورة. فهنايا كنقولوا أن ربما البعد الاجتماعي يغلب على البعد القانوني. إذن تسألنا على الإجراءات المعتمدة في البت في طلبات تزويج الطفلات. أولا بالنسبة للبحث الاجتماعي، كان السؤال واش البحث الاجتماعي تقوم به المساعدة الاجتماعية ولا القاضي ولا جهات أخرى. إذن لقينا أن الغالبية ديال الحالات ديال إنجاز البحث الاجتماعي إما تقوم به المساعدة الاجتماعية أو القاضي نفسه. طرحنا سؤال كيف يتم البحث الاجتماعي، هل في مكتب القاضي والمساعدة الاجتماعية، أو يتم تكليف من يقوم بالبحث الاجتماعي للانتقال إلى خارج المكتب. فلقينا أن 76% من حالات البحث الاجتماعي تكون في مكتب القاضي أو المساعد الاجتماعي. بالنسبة للخبرة الطبية، لقينا أن 76% من حالات الخبرة الطبية كتكون في شهادة طبية عادية، وحوالي 20% فقط اللي كتتعلق بتقرير مفصل. بالنسبة لنوعية الخبرة، لقينا أن 82% ديال طبيب عام ماشي طبيب متخصص. وهنا طرحنا واحد السؤال، هل الخبرة الطبية ملزمة للقاضي؟ غادي نجبروا ان الجواب كان الجواب الاولي تقريبا 47% كيقولوا انها ملزمه، و52% كيقولوا انها غير ملزمه. وباش نفهموا اكثر هذا السؤال، طرحنا سؤال اخر حول حدود الزاميه الخبره الطبيه، بمعنى اذا جات واحد الخبره الطبيه كيف ستؤثر في تعامل المحكمه معها. وهنا قالوا لنا انه بالنسبه للافراد العينه، قالوا انه ينبغي ان نميز بين حالتين، الحاله ديال الخبره الايجابيه التي تقول ان الطفل مؤهل للزواج، ففي هذه الحالة ضروري كتكون مؤثرة، يعني إذا جات الخبرة إيجابية كنجبروا أن 76% إذن كيقولوا أنها يذهبون إلى الاستعانة بالخبرة، و23% كيقولوا ممكن استبعاد الخبرة. أما في حالة الخبرة السلبية، فلقينا أن 94% كيقولوا أنه إذا كانت سلبية فهي ملزمة للمحكمة. أيضا طرحنا واحد السؤال آخر، هو شنو هو الأمد المعتمد في البت في طلبات تزويج الطفلات. فلقينا أن أكثر من 60%، يعني حوالي 60% يتم في البت فيها في يوم واحد، وهي نفس الخلاصة اللي خلصت إليها دراسة رئاسة النيابة العامة. تصوروا أنه يتم الاستماع إلى القاصر وإلى الأبوين وإلى والقيم البحث الاجتماعي والخبرة الطبية، وكيصدر مقرر في يوم واحد. طرحنا سؤال آخر، هل يتم استئناف رفض الطلب؟ فلقينا أن غالبية الحالات لا يتم فيها استئناف الطلب، رفض الطلب. طرحنا واحد سؤال آخر، هل يتم إشعار القاضي في المحكمة الابتدائية بما الطعن في قرار رفض؟ بمعنى هذا القاضي اللي كيرفض، هل في حالة يعني الطعن فيه هل يتم إشعاره بما الطعن؟ لقينا أن كل شيء قالوا أنه لا يتم الإشعار. أيضا طرحنا سؤال آخر، هل يتتبع قضاة المحاكم الابتدائية ما الطعون أمام محكمة الاستئناف؟ لقينا أن حوالي 90% لا، ما كاينش تتبع لهذه المآلات. أيضا كان سؤال آخر، هل يتم تقديم طلب جديد؟ بمعنى ها هو واحد الوالي أمر باغي يزوج بنته، رفض الطلب، إذن أيهما أفضل بالنسبة لي، واش يمشي يستأنف أمام محكمة الاستئناف أم يتم تقديم طلب جديد؟ لقينا أن 52% كيتم تقديم طلب جديد، وهذا كيأكد الإصرار ديال أولياء أمور بعض الفتيات على تزويجهم. كان سؤال آخر طرح، هل يتم الاستجابة إلى الطلب عند تقديمه إلى نفس المحكمة؟ فلقينا أن 70% في حالة تقديم طلب جديد يتم الاستجابة إليه. كان هناك سؤال آخر حول المدة ما بين رفض الطلب الأول وتقديم طلب جديد، لقينا أن غالبية هذه الحالات كتكون فيها المدة ديال 6 أشهر، يعني اللي كتفصل ما بين الطلب الأول والثاني، يعني ما يقارب 50%.
أيضا كان هناك سؤال آخر، ما هي المبررات المعتمد عليها في الاستجابة لطلب سبق رفضه؟ إذا المحكمة اللي كتكون رفضت الطلب بعد 6 شهور كتقبل الطلب، فلقينا أن 35% ولا كاين 47% مثلا تغيير ظروف الطفل، بمعنى في حال الطفل كيكون ما كيقراش كيقرأ كيولي ما كيقراش، ولا أن الطفل كتزاد كتكون عنده 17 سنة كتولي 17 سنة و6 شهور، وكاين 35% مرور فترة زمنية بين الطلب الأول والطلب الجديد، وكاين 17% هو تغيير ظروف الخاطب، بمعنى أن المحكمة توافق على الطلب ملي الخاطب يقوم بالإدلاء بوثائق إضافية تثبت الدخل مثلا، ولا أنه عنده سكن مستقل. كان أيضا سؤال آخر طرح ونحن نقوم بإنجاز هذا البحث، هل تثير النيابة العامة سبقية البث في طلبات تزويج الطفلات؟ وهنا طبعا هذه المسألة ديال سبقية البث فيها نقاش طويل، واش هذه المقررات الأذن المتعلقة بتزويج الطفلات إذا رفضت نكون أمام سبقية البث ولا لا؟ لقينا أن 88% لا تثير هذا الدفع. بالنسبة للإجراءات المواكبة لتقييد تزويج الطفلات، كان أول سؤال اللي طرحنا هنايا هو هل يتم عقد اجتماعات دورية لتوحيد مناهج العمل داخل المحكمة؟ كنعرفوا أن كتكون هناك محاكم ابتدائية ومراكز قضاة المقيمين، أحيانا المحاكم الابتدائية كتحدد واحد السن اللي هو منزم معنويا ديال سن أدنى ديال الزواج يقدر يكون 17 سنة الوقت، ومركز القضاة المقيمين كيكون عندهم سن أدنى، وهذا يؤدي إلى التحايل على القضاة على القانون. وبالتالي طرحنا واحد السؤال، هل يتم عقد اجتماعات دورية لتوحيد مناهج العمل داخل المحكمة؟ فلقينا أن 70% كيقول أنه فعلا يتم عقد هذه الاجتماعات. وطرحنا سؤال آخر، هل يتم توزيع مخرجات الاجتماعات على القضاة المعنيين؟ لقينا أن الغالب يعني 70% كيقول أنه يتم توزيع المخرجات. إذا نمشيو للجزء الثاني بسرعة، المعطيات المتعلقة بالأحكام القضائية، غادي نشوفوا بالنسبة للعينة عندنا 80% يتعلق الأمر بأحكام ابتدائية، 15% أحكام صادرة عن محاكم الاستئناف، و 4% على قرارات محكمة النقد. علاش هذا التفاوت؟ لأن غالبية حالات تزويج الطفلات تكون أمام محاكم ابتدائية، وما كاينش يعني الناس ما كيطعنوش بالاستئناف بشكل كبير، بل حتى ملي رجعنا للموقع ديال محكمة النقد لم نجد أي مقرر يتعلق بتزويج الطفلات صادر عن محكمة النقد منشور في الموقع، باستثناء ما يتعلق بثبوت الزوجية. إذا عندنا 80% ديال العينة كانت تهم أحكاما ابتدائية.